أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان التلوث، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن هدفنا التعليمي لهذا اليوم هو أن نصمم ملصقا بيئيا، فهيا بنا لنبدأ. بعد أن شاهدنا أصدقائي الصورة في فقرة التمهيد والاستكشاف، وتعرفنا ماذا نشاهد بها، وتعرفنا هل تفضلون زيارة مثل هذا المكان؟ اليوم حديثنا سيكون عن التلوث وكيف سنصمم ملصقا بيئيا، فهيا بنا لنبدأ. أعزائي، ماذا ترون في هذه الصورة؟ أحسنتم، نرى سيارات يصدر منها الدخان، وكذلك نرى فتى يقود الدراجة ولكنه يلبس كمامة. ولكن يا ترى لماذا يلبس هذه الكمامة؟ أحسنتم، لأن دخان السيارات قد ملأ المكان ولوث الجو. نعم، لوث الجو، أحسنتم. فموضوع درسنا هو عن التلوث، إذن فبداية سنتعرف ما هو التلوث، وبعدها سنتعرف أسباب التلوث، ثم نتعرف أنواع التلوث وأضرار التلوث على البيئة والإنسان، وأخيرا ماذا يجب علينا نحو البيئة. فدعونا نبدأ في هذا الدرس الرائع. نرى في هذه السيارة أمورا عديدة، نرى دخانا، ونرى أشياء تنظيفية، ونرى أمورا تلوث البيئة. فما هو التلوث؟ التلوث هو تغيرات سلبية في البيئة المحيطة تؤثر على الكائنات الحية التي هي الإنسان والحيوان والنبات بسبب أنشطة الإنسان اليومية، مثل قيادة السيارة أو التنظيفات وغيرها من الأمور التي تسبب تلوثا في البيئة. ولكن أصدقائي، دعونا بداية أيضا نتعرف على أنواع التلوث. فهو دخان السجائر يصدر، ودخان المعامل يصدر أيضا في الهواء. فالنوع الأول هو تلوث الهواء، وها نحن نرى هنا تلوثا في الماء بسبب أيضا نفايات المصانع، وأيضا ما يرميه الإنسان داخل البحر أو النار. فالنوع الثاني هو تلوث الماء. أما النوع الثالث فهو تلوث التربة، فكما نرى الآن تلوثت التربة. وأخيرا التلوث الضوضائي. التلوث الضوضائي هو ضجيج السيارات والأصوات القوية التي تعكر مزاج الإنسان، وتصدر أيضا تلوثا في مسامعنا، وهو تلوث سمعي. وبهذا نكون قد تعرفنا على أنواع التلوث. وأيضا بعد أن تحدثنا عن أنواع التلوث، من المسلم به أن نعرف من هو المسبب. فالمسبب هو الإنسان، سواء أكان يدخن السجائر أو يقوم ببناء المصانع في الأماكن النظيفة ويقطع الأشجار، وبالنهاية تصدر هذه المعامل هذا الدخان الذي يلوث البيئة. وأيضا يلوث الماء من خلال أيضا نفايات المعامل والمصانع، وأيضا ما يرميه داخل الماء. وعندما قطع الأشجار
وبنى في الأماكن الخضراء معامل، فقد لوث التربة وأيضا لوث التربة من خلال رمي النفايات وكذلك نفايات المصانع. وأيضا لا ننسى الصوت القوي الذي تصدره هذه الأشياء من سيارات وطيارات وسيارات الإسعاف والأصوات القوية التي تلوث البيئة. وبالتالي تعرفنا على الأضرار التي تسببها هذه التلوثات للبيئة. وهنا أصدقائي يجب أن نحافظ على البيئة، ولكن كيف؟ أولا أن لا ندخن السجائر، وأن لا نبني المصانع في الأماكن الخضراء، ولا نقطع الأشجار، وأيضا عند الذهاب إلى التنزه لا نرمي الأوساخ، وأيضا أن ننظف الأماكن بكل عناية، وأيضا لا نرمي النفايات في البحار، وأخيرا أن نخفض الأصوات التي تسبب التلوث السمعي أو التلوث الضوضائي. بعد أن تعرفنا أصدقائي بالتلوث وأسبابه وأنواعه وتعريفه أيضا، أرجوكم وبعد أن انتهى هذا الدرس هناك ورقة عمل، قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل، وإن احتجتم لأي مساعدة أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.